بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنحل أسئلة تختبر فهمك، صفحة 141 كتاب الامتحان طبعة 2022. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال، يتكون جزيء المية من ارتباط، إحنا عارفين جزيء المية الرمز بتاعه إيه؟ H2O. H2O. طيب هنسأل نفسنا، هو ال H ده رمز ايه؟ ال H ده اللي هو رمز الهيدروجين، فده عبارة عن ذرتين هيدروجين. طب ال O ده رمز ايه؟ ال O ده رمز اللي هو الأكسجين، فده عبارة عن ذرة واحدة من الأكسجين. هندور على الإجابة اللي تمشي معانا. فبقول لي ذرتين أكسجين، هل الكلام ده صح؟ لا، هي ذرة واحدة وذرة هيدروجين، لا هما ذرتين وبالتالي دي غلط. ذرة أكسجين ماشي صح، ذرة هيدروجين هل هي واحدة بس ولا اتنين؟ المفروض اتنين وبالتالي دي غلط. تلات ذرات أكسجين، ايه رأيكم، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. ذرتين هيدروجين صح، ذرة أكسجين صح، يبقى إذن الإجابة اللي هي رقم مين؟ رقم د. يرجع شذوذ، كلمة شذوذ معناها اختلاف، اختلاف خواص المياه، يعني يا ترى الوجود مين؟ روابط ايه بين جزيئاته؟ بين الجزيئات احنا عارفين طبعا جزيء المية بوجود جواه في ربطتين تساهميتين أحاديتين، ده فين؟ في الجزيء نفسه. إنما هنا بيقول لي بينا بين الجزيء والجزيء اللي جنبه فيه رابطة إيه؟ يا ترى تساهمية؟ طبعا غلط. أيونية برضه غلط. هيدروجينية، أيوة، يبقى الإجابة مين؟ هيدروجينية ضعيفة، طبعا بيكون أضعف من اللي هي الرابطة اللي هي التساهمية، وبرغم كده بتؤدي إلى شذوذ، يعني اختلاف خواص مين؟ المية عن بقية السوائل التانية. الإجابة رقم جيم. عندما تقل درجة الحرارة، حرارة المية عن 4 درجة مئوية، لو هي قلت عن 4 درجة مئوية يا ترى إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هنا بيقول لي حجمه يظل ثابت، هل الحجم هيتم زي ما هو؟ طبعا لأ، المفروض الحجم بتاعه هيزيد. إحنا عارفين طبعا المية لما أحطها في قلب الفريزر بتاع التلاجة حجم المية إيه اللي بيحصل له؟ بيزداد وكثافته بتبدأ تقل. فهندور على الإجابة ديت. فهنا بقول الحجم تنه ثابت، طبعا الكلام ده غلط، حجمه يزداد لحد كده صح، وكثافته تظل ثابتة، هل الكثافة تنها زي ما هي ولا تقل؟ المفروض تقل وبالتالي دي كمان غلط. حجمه يزداد ماشي، كثافته تزداد، هل هتزيد ولا تقل؟ المفروض تقل وبالتالي دي كمان غلط. حجمه يزداد تمام وكثافته تقل، يبقى دي الإجابة الصح عندنا اللي هي رقم مين؟ رقم د. بلورات التلج شكلها يا ترى، يا ترى رباعية ولا خماسية ولا سداسية ولا سبعية؟ طبعا هي عبارة عن ايه؟ سداسية الشكل، في بينها اللي هي ايه؟ كثير منين من اللي هي الفراغات، هي الإجابة رقم ج. عند التحليل الكهربي للمية، تحليل كهربي خلي بالي، للماء المحمض يتصاعد غاز مين فوق المصعد؟ احنا عارفين طبعا المية اللي هي H2O، في وجود اللي هي عملية تحليل كهربي في وجود اللي هي ماء محمض أو حمض اللي هو كبريتيك مخفف، هيبدأ يطلع لي اللي هو غاز اللي هو الهيدروجين H2 وغاز اللي هو مين اللي هو الأكسجين. هنوزن المعادلة، عندنا هنا 2 هيدروجين، هنا 2 هيدروجين، في واحدة أكسجين، في 2 اللي هي مادة فيه النقص، هنحط نوع 2 تمام. الاتنين اللي احنا حطيناها ديت مضروبة في اللي هو ال H ومضروبة في ال O، يبقى عندي كده في 4 H، عندنا في 2 نحط هنا 2. طبعا عندنا غاز الهيدروجين، ده غاز الهيدروجين ده بيتصاعد فين؟ حتة عند اللي هو المهبط، أما اللي هو الأكسجين ده بيتصاعد عند إيه؟ عند المصعد. فهنا بيقول لي هنا عند التحليل الكهربي للمية للماء المحمض يتصاعد غاز من فوق المصعد، المصعد اللي هو القطب الموجب خلي بالي، فوق القطب الموجب اللي هو يتصاعد مين اللي هو الأكسجين، يبقى عندي هنا الأكسجين. بينما يتصاعد غاز مين فوق المهبط، المهبط معناه القطب السالب، مين اللي هيتصاعد فوق القطب السالب اللي هو المهبط اللي هو غاز مين؟ غاز اللي هو الهيدروجين. هندور بقى على الإجابة كده بالترتيب، يبقى أكسجين هيدروجين، أكسجين هيدروجين، يبقى عندنا الإجابة رقم مين؟ رقم د، الأكسجين ثم هيدروجين. إذا كان حجم الغاز المتصاعد عند المهبط، إحنا لسه قايلين المهبط اللي هو القطب مين؟ اللي هو القطب السالب.
من التحليل الكهربي للمية هو 12 سنتي متر مكعب، فإن حجم الغاز المتصاعد عند المصعد يا ترى قد إيه؟ إحنا عارفين الغاز المتصاعد عند المهبط بيكون ضعف المتصاعد عند إيه؟ المصعد. معنى كده اللي إحنا عاوزين نجيب اللي هو عند المصعد يبقى الرقم اللي عندي ده أقسمه على كام؟ أقسمه على 2 أو أضربه في نص، يبقى عندي 12 في نص يعني بست، أو 12 على 2 فيها إيه؟ فيها 6، بالإجابة مين؟ اللي هي 6 سنتيمتر ايه مكعب. يبقى عندنا اللي هو الرقم اللي هو مدهوني عشان نجيب اللي هو الغاز المتصاعد عند المصعد، الرقم اللي هو مدهوني ده اقسمه على كام؟ اقسمه على 2، يعني 12 على 2 فيها كام؟ فيها 6 سنتيمتر ايه مكعب. يبقى الاجابه اللي هي رقم د. هنحل مع بعض كده اللي هي اسئله اللي هي اختبر فهمك رقم 2 صفحه 145. كل مما يأتي من الملوثات الصناعية ما عدا، في واحدة هنا مش تبع الملوثات الصناعية، ترى إيه؟ يبقى كل الحاجات اللي جاية اللي عندي دي عبارة عن ملوثات صناعية ما عدا حاجة واحدة بس ليست من الملوثات الصناعية. طب نيجي كده نشوف أول حاجة، تسرب زيت البترول في مياه البحار والأنهار، طبعا ده عبارة عن ملوث صناعي، تمام؟ رقم ب، أمطار حامضية ناتجة عن حرق الفحم، بتنتج عن حرق مين؟ الفحم، يبقى إذا من صنع الإنسان يبقى إذن دي كمان ملوثات صناعية. الإسراف في استخدام الأسمدة الزراعية، ما الإنسان هو اللي بيستخدمها، ومعنى كده إن هي عبارة عن ملوثات صناعية دي كمان، يبقى التلاتة دول صح، إحنا ديت عاوزين حاجة غلط. حرائق الغابات الناتجة عن البرق، هل ده ملوث صناعي؟ طبعا لا، ده ملوث طبيعي، وبالتالي دي الإجابة عندنا اللي هي رقم مين؟ رقم د. عند تناول أسماك تحتوي على نسبة عالية من الرصاص، نسبة عالية منين؟ من الرصاص، يؤدي إلى الإصابة يا ترى بإيه؟ تيفويد؟ طبعا لأ، موت خلايا المخ، أيوه، يبقى عندنا اللي هو النسبة العالية من الرصاص هتؤدي لمين؟ إلى اللي هي تلف خلايا مين؟ خلايا المخ، وخصوصا من بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لي اللي هي الأطفال. رقم ج عندنا الإصابة ب اللي هو سرطان اللي هو الكبد، طبعا ده بينتج من اللي هو زيادة معدلات مين اللي هي نسبة مين اللي هو الزرنيخ، وبالتالي دي بالنسبة لنا متنفعش. رقم د اللي هو فقدان اللي هو البصر، طبعا ديت اللي هي فقدان اللي هي البصر، طبعا دي بتنتج منين؟ من شرب المياه اللي بتحتوي على نسبة عالية منين؟ من اللي هو الزئبق. يبقى الإجابة رقم ب. عنصر نقط يؤدي إلى وجوده، يؤدي وجوده بتركيزات مرتفعة في مياه الشرب إلى فقدان البصر، عاوزين حاجة تؤدي إلى فقدان البصر. طب أول حاجة عندنا اللي هو الزرنيخ، الزرنيخ طبعا بيؤدي مين؟ إلى الإصابة ب اللي هو سرطان مين؟ الكبد، وبالتالي مش هينفع معانا. رقم ب اللي هو مين؟ اللي هو الزئبق، عارفين طبعا اللي هو نسبة عالية من الزئبق في المياه بتؤدي مين؟ إلى فقدان مين؟ اللي هو إيه؟ البصر، وبالتالي دي الإجابة عندنا الصح اللي هي رقم مين؟ رقم اللي هي ب. الرصاص، زيادة اللي هي معدلات اللي هي رصاص في المية، تمام، هتؤدي إلى موت مين؟ خلايا إيه؟ خلايا المخ، وبالتالي دي غلط. الكلور، طبعا الكلور زي ما احنا عارفين بيتفاعل مع البلاستيك ويؤدي الإصابة بإيه؟ بالسرطان، وبالتالي دي كمان غلط. يبقى الإجابة الصح رقم مين؟ رقم ب. نقط، نوع من التلوث المائي يسبب هلاك الكائنات الحية البحرية بسبب انفصال الأكسجين الزائد في المياه، ايه اللي هيؤدي لانفصال الاكسجين الزائد في الميه؟ طبعا اللي هو التلوث مين؟ اللي هو الحراري، ندور كده عليه. التلوث اول حاجه اللي هو البيولوجي، طبعا لا، ده احنا عارفين التلوث البيولوجي ده بينشا اللي هو نتيجه اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالميه، وبالتالي دي غلط. رقم ب اللي هو التلوث الكيميائي، طبعا الكيميائي ده بينشا نتيجه اللي هي رمي مخلفات اللي هي المصانع او اللي هي مياه الصرف الصحي فين؟ في الترع والانهار والبحار، وبالتالي دي كمان غلط. التلوث الحراري، ايوه طبعا ديت هي الاجابه الصح عندنا، احنا عارفين طبعا اللي هو التلوث الحراري بينشا اللي هو نتيجه اللي هي استخدام اللي هي مياه البحار او المحيطات في تبريد مين؟ المفاعلات ايه؟ النوويه، وطبعا ده بيؤدي مين؟ الى هلاك مين؟ الكائنات البحريه نتيجه انفصال غاز مين؟ اللي هو الاكسجين. رقم ده اللي هو التلوث الاشعاعي، طبعا ده بينتج نتيجه اللي هو تسرب اللي هي مواد المشعه من المفاعلات النوويه أو إلقاء اللي هي مين النفايات إيه النووية في المحيطات والبحار، وبالتالي دي غلط. يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ج. نقط، تلوث مائي يؤدي للإصابة بالبلهارسيا، يا ترى مين؟ إحنا عارفين طبعا اللي هو بيؤدي للإصابة بالبلهارسيا اللي هو مين؟ التلوث البيولوجي، إحنا عارفين طبعا التلوث البيولوجي
بينشأ نتيجة اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بيه بالمية، وطبعا بيسبب اللي هو الإصابة ببعض الأمراض زي بلهارسيا، زي التيفويد، زي الامين، زي الالتهاب الكبدي الوبائي. وبالتالي عندنا التلوث الإشعاعي طبعا غلط، كيميائي غلط، إشعاعي غلط، بيولوجي صح، عندنا رقم جيم، حراري غلط، يبقى الإجابة الصح رقم مين؟ رقم جيم. يستخدم غاز نقط في تطهير المياه، طبعا غاز مين؟ يا ترى الأكسجين طبعا غلط، هيدروجين لأ، نيتروجين لأ، كلور أيوه، يبقى عندنا غاز الكلور بيستخدم فين؟ في اللي هو تطهير مين اللي هي إيه؟ المياه. ونخلي بالنا طبعا لما ببدأ إن أنا أخزن مياه جوه زجاجات من البلاستيك، بيتفاعل اللي هو الكلور ده مع البلاستيك وبيؤدي مين للإصابة بإيه؟ بالسرطان. يا رب تكون فهمنا، مفيش حاجة صعبة علينا، ما تنسناش من صالح دعواتكم. كان معكم مستر طارق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.